الجولة ديال المهاجي ديال هاد السنة كتهضر على غلاء الأسعار. هو سبيكتاكل سميتو سوق راسك، والموضوع هو موضوع اللي زعما كاين اللي متأزمين منه المغاربة حاليا كلهم، يعني كلشي متضرر من الغلا ديال هادشي، كلشي تزاد فيه، يعني ميمكنناش نحصرها على الخضرة، بوطة كرا طاكسي كلشي اللي هضرتي معاك يقول لك خاصنا نزيدو حيت زادو، دونك يعني الدرويش متضرر. وكنشوف باللي المغاجي يعني هذا الموضوع الا ما دويتش عليه دابا ما كاينش انت غدوي، لان الفنانين هما صوت الشعب، هما اللي غادي الا ما دويناش حنا وما دواش الاخر وما دواش الفنان الاخر، فما كاينش اللي غيوصل الرساله، وحنا منا من الشعب يعني حتى حنايا متضررين. فكنظن الموضوع يعني وقيته هي هذيك هاد الساعه، انا هي العنصر النسبي الوحيد اللي كاين وسط المجموعه. لا بالعكس، انا وسط ايموغاجي ما كنشوفش كاينه منافسه، احنا عائله، بالعكس كيشدوا معايا الخاطر، كيحترموني، كنحترمهم. كيدوز كل شيء في امان الله. بالعكس ما كنحش بالخلعه ولا زعما كاين شي حد بغى ينافسني، ما كاينش اصلا منافسه، لانه داكشي اللي كندير انا يا سوغسان بعيد على الدراري. كاين بزاف الرسائل، غير هو غيكون زعما كاين الموضوع الاساسي هو غلاء. بصراحه ما يمكنليش نكون انانيه ونقول لك اه كنت متوقع النجاح ديال السلسله ديال صلاح وفاتي. صلاح وفاتي هما واحد لي دو بيرسوناج اللي عزازين على المغاربه، بداو معاهم نهار الاول سيت كوم الدرب، من بعد يعني حبهم ليهم عاود نقلنا ليهم السلسله في اليوتيوب، كانوا كيطلعوها توندونس، كانوا كي المشاهدات كثيره، لي كومونتير زوينين. فكنظن هذا الشيء اللي خلى يعني هذه السلسله تعاود تتشبع بمواضيع اخرى وتدخل عند المغاربه البيوت ديالهم وتوصل لاكثر فئه من الناس يشوفوها. كنقول لهم الله يدخل عليهم هذا الشهر ان شاء الله بالصحه والسلامه والرزق وبكاع داكشي اللي كيتمناو، ويا ربي يصوب في هذه الوضعيه اللي كاينه دابا، والدرويش يلقاو لهم تيكين حل، وكل شيء كل شيء زعما فريمون جيسبيغ من قلبي يلقاو حل هذا الشيء.